يعني المزيكا لعبتها، والنهارده يوم بقى الجامد قوي اللي مجمع لنا كل الموسيقيين الجامدين الحقيقه. فانا سعيده جدا 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 بحاجه زي دي. هشام خرمه، ازيك؟ على انرجي اللي عامله ايه؟ انا اللي ساعدني معاكي والله النهارده بجد. لا النهارده طبعا يوم جميل، يعني ايه الرحمن ده من الناس بالنسبه لي العباقره والليجندز في المزيكا، يعني من الناس الملهمه حتى ليا بشكل شخصي. وطبعا الموسيقارنا الجميل هشام نزيه، فانك تشوفيهم مع بعض على المسرح وتسمعي قصصهم كان لازم الواحد يجي. هو فعلا لقاء سحاب كده، اتنين عالميين فعلا. بس خليني اسالك، هشام خارم الميوزيشن بقى اللي بيحب برضو يميكس الفولكلور والتراديشنال انسترومنت ويحطها في المزيكا بتاعته، دي حاجه كانوا بيتناقشوا فيها بشكل كبير جوه، ودي حاجه من التولز بتاعت يا رحمن او هشام نزيه وهشام خارم كمان؟ لا انا اكتر حاجه عجبتني النهارده ككمبوزر فكرة ان انت تشوفي ناس غيرك بيقعوا في نفس المطبات ويحسوا بالوحدة وقت ما يطلعوا بلحن ومش عارفين ده حلو ولا لأ. فكرة ان هم برضو عايزين يحافظوا على الترديشنز بتاعتهم ويدخلوها للجيل الجديد، فدي طبعا حاجة بتريح الواحد، ان انا قاعد عمال اهز راسي وبحس حاسس بيهم لان انا بعدي بنفس القصص دي. فكانت مهم ان يحصل ندوات زي دي كتير. ايه اكتر حاجة اتفاجئت جدا بيها النهاردة بآرائهم؟ اكتر حاجه اتفاجئت هي، ما بقولك ده الجزء اللي هو فكره ان مش فارقه جنسيتك ايه، هندي مصري امريكاني صيني، هو ميوزك سبيكس كونكتس، واحنا في الاخر بشر بنعدي بنفس التحديات. فكانت انترستنج قوي انك تسمع حاجه زي كده. طب احب بس اسالك هشام خرمه، يعني وزنوقك بقى الحقيقه، يعني هشام نزيه كان بيتكلم عن موسيقى المهرجانات وقعد يدافع عنها حبه حلوين جدا جدا جدا، انت كهشام خرمه مع الاختلاف فعلا ولا بتشوف انه كل واحد حر بس انا ما بسمعش المزيكا دي؟ لا انا بحب قوي مقوله قالها الموسيقار الجميل هاني شنوده، قال ان مفيش نوته قليله الادب، فانا المزيكا مش هتكلم عنها، بالعكس انا بحب الاختلاف في المزيكا، ان يبقى فيه انواع كتير، كلنا كل واحد بالعكس فكره ان حد يالف حاجه جديده او يخترع اصوات جديده وباستخدامها انا ما عنديش مشكله معاها. الكلمات بس هو اللي ممكن طبعا نختلف معاها، يعني لو كلام مش ما يصحش انه يتقال او يتسمع ومش هرضى اسمعه في بيتي لاولادي لقرايبي طبعا هبقى ضده. فانا مش مع ان احنا نمنع ككل، لا بس فكره ان تبقى الموضوع مقنن، ويبقى طبعا مش هخش في الجزء يعني جزء النغابة ده شغلهم طبعا، انا بتكلم بشكل شخصي، لا المزيكا ما اقدرش اتكلم عنها بس الكلمات انا طبعا ضدها. انت من الناس اللي بتركز في الليركس، لان دايما الميوزيشنز والكومبوزرز واللي بيشتغلوا في الميوزك ما بيبقوش مركزين قوي في الليركس او لا تعنيهم قوي او تبقى اخر حاجه بيركزوا فيها، انت من الناس اللي بتركز فيها قوي او بتشيلها خالص؟ لا يعني بركز بعد كذا مره يعني في الاول طبعا مزيكا، يعني ببقى في الاول بسمع المزيكا واحللها وابدا بعد كده الليركس بعد كذا بقى مره من السمع، بس طبعا لو كلمه خدشه هتتسمع يعني من الاول هتجمع. هتحضر ايه بقى في المهرجان؟ والله لسه بقى، انا النهارده عشان اليومين اللي فاتوا هو اليومين دول كميه صامتس ومهرجان كله مره واحده، فانا لسه بسد في المواعيد يعني، فان شاء الله بس غالبا هيجي النهارده الفيلم بتاع يا الرحمن الساعه 6:30. طب انا سعيده ان احنا يعني اتقابلنا بعد الندوه وان انا بقابل الناس الحلوه دي، وسعيده ان انا عرفت اقابلك النهارده في جدولك المزدحم، وميرسي هشام جدا ودائما وابدا متالق. ميرسي ليكي، وانا اللي مبسوط اني معاكي بجد في انرجي، ودايما انت كمان متالقه ودايما بوزيتيف كده. ثانك يو حبيبي. ثانك يو.